أما بعد فسورة آل عمران من السور العظام، وهي من السبع الطوال في القرآن العظيم. وتسمية السورة بسورة آل عمران سمي بذلك في المصاحف وفي كتب التفاسير وفي صحيح السنة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهراوي، البقرة، وآل عمران. وكذا عن النواس بن سمعان، وفي مسند الدارمي بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قرأ آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة كاملة. وكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، فقال: بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم عند منتصف الليل أو بعده بقليل أو قبله بقليل، فتوضأ ثم قرأ العشر آيات من أواخر آل عمران. إذن هذه الأحاديث دلت على ماذا؟ دلت على أن تسمية السورة بذلك توقيفية، كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بهذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك، ولذلك ليس هناك اجتهاد في تسميتها. وعمران هو والد مريم، وآل عمران كما قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران زوجه وابنته مريم وأختها وزوجها النبي زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل هؤلاء آل عمران. والصورة مدنية بالاتفاق، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي، سواء نزل بمكة أو غيرها من البوادي. هذا الضابط الذي يعتمد عامة أهل العلم، يعتمدون هذا الضابط في القرآن المدني والمكي. وطبعا سورة آل عمران تضمنت أحداثا من غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، بدر كانت في السنة الثانية، وبعدها بسنة غزوة أحد. إذن الصورة مدنية هي بالاتفاق. وفي 84 آية الأولى تضمنت أخبارا عن قدوم وفد نصارى نجران، نجران من يعني نواحي اليمن، وهؤلاء من النصارى المتمسكين بدينهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدلوا، وذكرت الصورة بعضا من نبأ هؤلاء كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن الصورة مدنية بالاتفاق. فضل هذه الصورة ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا الحديث يدل على فضل آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم سمى البقرة وآل عمران بالزهراوين. هنا يعني لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران بالزهراوين؟ القرطبي رحمه الله تعالى يذكر أجوبة على ذلك في تفسيره، فيذكر أن لذلك ثلاثة أسباب أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها سميت بذلك
من مأخوذة من الزهر الذي يعني يظهر نوره يعني يعني يلوح، وذلك لما يظهر لقارئها من الأحكام العظيمة، والثاني لأنها تأتي يوم القيامة بالنور التام لأنها تظل صاحبها، والثالث لأنها متضمنة اسم الله الأعظم فيما روى أبو داود بسنده عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان، الغمامة هي السحاب الملتف، أو كأنهما غيايتان، والغياية هي السحاب لما يقرب من الرأس فيسمى غياية، هو الظلة. ومعنى ذلك أنهما يأتيان يوم القيامة وتظلان صاحبهما الزهراوين البقرة وآل عمران. إذن هي صورة عظيمة، وسمعتم بعضا مما جاء في فضلها عن عثمان بن عفان وغيره كما عند الدارمي وغيره. عدد آي هذه السورة عند يعني الجمهور 100 آية، وعند أهل الشام كابن عامر وأبي عمرو وغيره 199 آية. طب القرآن في سورة واحدة، في عند الجمهور من القراء، من كل الجمهور يعني من القراء 100 آية، وعند أهل الشام كابن عامر وغيره 199 آية. إيش هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هل معنى هذا أن في زيادة أو نقص؟ لا، الاختلاف على حسب القراءة. قد توصل آيتين في آية في هي قراءة، وقد تفصل الآيتين في هي قراءة أخرى. ولذلك لو ذكرت الحروف لا يختلف عدد الحروف عند الجميع. لكن أحيانا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر هذا ويذكر عدد حروف هذه الآية لينفي توهم إن قد يحدث زيادة ولا شيء. إذا لما تسمع إن عدد آية السورة عند الجمهور مثلا من القراء أنها 100 آية، وعند أهل الشام 199، هذا يعني ليس بهذا يتضاد، لأنه قد توصل آيتين بآية، قد توصل آيتان وتقرأ آية واحدة كما عند أهل الشام، وعند غيرهم تقرأ يعني آيتين فتفهم معنى هذا. لكن إذا ذكرت الحروف فإنه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا عند الجميع. وهذه طبعا من مقاصد هذه السورة العظيمة أو ترتيب السور. إذا كانت فاتحة الكتاب اشتملت على أصول الدين جمعه الله جل وعلا في سورة الفاتحة وأمرنا أن نسأله الهداية، ففي أوائل البقرة بيّن الله عز وجل موطن الهداية: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفصل في أحكام هذا الكتاب العظيم. وفي أواخر البقرة أثنى على خلص عباده الذين انقادوا لهذا الكتاب: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم ذكر بعد ذلك في هذه يعني السورة، سورة آل عمران، تتميما لمعاني الهداية، فبدأ بذكر التوحيد. نعم، لأن قضية التوحيد هي قضية القرآن، قضية العظمى في كتاب الله عز وجل هي قضية التوحيد. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام ميم صاد،
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنزل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فجاءت سورة آل عمران متممة في لقضية التوحيد. وطبعا من أسباب نزول هذه السورة هو الجدال الذي كان بين وفد نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما تلا ذلك من أحداث غزوة أحد وما تعلق بها من سنن الله عز وجل وبيان الله عز وجل لما حدث فيها بيانا شافيا. والبعض كما يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يذكر أن قدوم وفد نجران كان سنة 9، وذكر هذا في تفسيره، ولكن هذا ليس بصائب. الصواب أنها كانت في متقدمة على غزوة أحد، لأن السورة متضمنة غزوة أحد، وغزوة أحد كانت السنة 3، وعام الوفود كان في سنة 9 بعد غزوة تبوك. نعم، فمن ثم لا يظن أن قدوم وفد يعني نجران كان متوافقا مع بقية الوفود، وإنما كان متقدما، أن السورة تضمنت قصة وفد نجران مع غزوة أحد، وغزوة أحد كانت السنة 3. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. كما ذكرنا هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة لا تدل بمعانيها، ليس لها هذه الحروف المفردة ليس لها معاني في اللغة، ولذلك يعني هذه مما يعد أن الله جل وعلا اختص بعلمها، والعلماء لا يتكلمون في معانيها بل يتكلمون فيما في الحكمة من ورودها، أنه يليها غالبا أن من مثل هذه الحروف تكون هذا الكتاب الذي أعجز الله عز وجل فيه الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك كان الغالب على هذه الحروف المقطعة أنه يأتي بعدها الإشارة إلى الكتاب، كما في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هكذا. إذن لكن ليس لهذه الحروف معاني في اللغة. أحيانا بعض المفسرين يذكر أن الألف يراد بها كذا، يعني أو تشير إلى كذا، واللام تشير إلى كذا، والميم كذلك، ولكن هذه ليست يعني ليس لا يعني ليس هناك أدلة صحيحة ترجع إليه. ألف لام ميم. وطبعا هذا يدل على إعجاز كلام الله جل وعلا، البشر لا يتكلمون مثل هذا، يعني طبيعة كلام البشر يختلف عن هذا، طبيعة كلام البشر أشعار ونس، والشعر كان قبل الإسلام مقدما على النثر، فلما جاء الإسلام لا هو شعر ولا نثر، وإنما هو آيات وصور وقرآن وفرقان، أسماء جديدة لمسميات جديدة لا عهد للعرب بها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لفظ الجلالة علم على الله عز وجل، لا يتسمى بهذا اللفظ إلا هو سبحانه وتعالى. ويعني لهذا اللفظ والاسم تعالى الرحمن ترجع جميع أسماء الله جل وعلا، كقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو تأكيد، هذا يعني الله لا إله إلا هو يعني، وهذا يعني نفي وإثبات لإفادة الحصر. نعم، وهذه هي كلمة التوحيد المتضمنة يعني النفي والإثبات يتضمن الحصر، معناها لا موجود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الحي القيوم، وهذان الاسمان لهما مزية، الحي اسم الله الحي يتضمن إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، وكل حياة في الكون هي أثر من أثار سمى الله جل وعلا باسمه الحي. والقيوم صيغة مبالغة، الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى واستغنى عن الخلائق وأقام جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. والحي القيوم يعني ثبت في السنة أنهما يعني متضمنة اسم الله الأعظم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم
في يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو ثابت في عدة مواضع من كتاب الله جل، ثبت كذلك في هذه السورة، وثبت في 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 آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وثبت كذلك في طه كما هو هذه كل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الحي ثبت في الكرسي وفي العمران وفي طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وهذا يدل على استحباب الدعاء بهذين الاسمين الحي القيوم سبحانه وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق، وهذا يعني إثبات لتنزيل الكتاب من الله عز وجل، وحقيقة النزول هو الهبوط من علو إلى سفل، ونزول الكتاب لأن الكتاب هو كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. والتضعيف في قوله تعالى نزل عليك الكتاب، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهذا يدل على خاصة هذا الكتاب القرآن على غيره من الكتب، كما فرق الله جل وعلا بينهما هنا، فقال نزل عليك الكتاب، وقال وأنزل التوراة والإنجيل. فنزل عليك الكتاب لأنه نزل مفرقا على مدى ثلاثة على مدى يعني سنوات ما بين يعني القرآن المكي والقرآن المدني، ونزل على حسب الأحوال والأسئلة التي كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال، وهذا المعنى مصرح به في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزل عليك الكتاب إبطال لأقوال المشركين حيث كانوا يتهمون عليه الصلاة والسلام بأنه يعني وقالوا أساطير الأولين تتباهى فيتملى عليه بكرة وصيلة، على أن الله جل أكد هذا المعنى في القرآن المكي وكذلك هنا في القرآن المدني، لأن سورة آل عمران سورة مدنية، لأن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية كانت في تضمنت قصة وفد نجران، وفد يعني تضمنت وفد نصارى نجران، و عندما ويعني وهذه كانت يعني لما جاء الوفد منهم الى النبي صلوات الله وسلامه عليه وجادلوه في شأن المسيح ابن مريم، فتضمنت هذه الصورة الى 84 آية، تضمنت يعني المحاورة التي جرت بين التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني نصارى نجران، ومسمى سورة العمران سورة آل عمران سورة مدنية. إذا هذا المعنى مؤكد في القرآن المكي ومؤكد كذلك في القرآن المدني، أن القرآن منزل من الله جل وعلا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، فما من حق في الكتب السابقة إلا والله جل وعلا ضمنه الكتاب والكيم، وهذا يعني وما من باطل يعني حرف في الكتب السابقة إلا ونبه عليه القرآن، ومن ثم ذكر الله عز وجل صفة الهيمنة لهذا الكتاب، وأنزلنا كما قال في المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هيمنة القرآن على غيره من الكتب ما من خير فيها إلا ضمن هذا الكتاب، وكذلك يشير إلى ما يعني حدث من شر في هذه الكتب من فعل التحريف، فيبين الله عز وجل أمره كما في شأن المسيح ابن مريم، فبين الله جل وعلا حقيقة ما اختلفوا فيه. مصدقا لما بين يدي، إذن الحق الذي كان في الكتب السابقة القرآن يصدق به. وأنزل التوراة والإنجيل، والتوراة أنزلها الله عز وجل على نبي موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والتوراة والإنجيل، الإنجيل لم ينسخ التوراة، لأن التوراة جاءت بشريعة كاملة في الحلال والحرام مفصلة، وجاء الإنجيل ويعني ليحل بعض ما حرم عليهم كما ثبتت بذلك النصوص من كتاب الله عز وجل. وأنزل التوراة والإنجيل، وهنا وأنزل معنى هذا أن التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة ولم تنزل مفرقة. وطبعا الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب أن القرآن تولى الله عز وجل حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فاستحفظ الله عز وجل عليها الأحبار والرهبان، كما قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن القوم لم يحفظوا.
القوم لم يعني لما استحفظهم الله جل وعلا على التوراة والإنجيل لم يحفظوا لم يلتزم الأحبار والرهبان أمر الله تعالى إليهم. وهذا الفرق بين القرآن وبين غيره. لذلك القرآن تولى الله عز وجل حفظه بنفسه ولم يدع حفظه لأحد من خلقه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أي من قبل نزول القرآن. والضم هنا على يعني حذف المضاف إليه. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هدى للناس وهذه صفة كتب الله عز وجل كلها يهدي الله جل وعلا بها عباده كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يرشد إلى المعالي في العبادات وفي التوحيد وفي الأحكام في الحلال والحرام ومعالي الأمور. هدى للناس وأنزل الفرقان. بعض المفسرين يقول وأنزل الفرقان هو القرآن، ولكن هذا لا يظهر لأن الله جل وعلا ذكر القرآن قبل ذلك نزل عليك الكتاب بالحق. والصواب هنا وأنزل الفرقان، الفرقان هنا مصدر، وهذه صفة جميع كتب الله عز وجل أنها فرقان تفرق بين الحق وبين الباطل وبين الهدى وبين الضلالة. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لما أثنى الله عز وجل على كتبه ناسب أن يتوعد الله عز وجل الكافرين المكذبين بآيات الله عز وجل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، وأكد الله جل وعلا يعني عذاب هؤلاء لأنه وضحت الأدلة على أن كتب الله عز وجل ليست كغيرها. لهم عذاب شديد، والعذاب أصلا شديد، لكن لما يوصف العذاب بأنه شديد يبقى يدل على أنه يعني أشد العذاب. أصلا العذاب شديد على النفس، فلما يوصف العذاب الذي هو شديد على النفس بأنه عذاب شديد دل على أنه عذاب لا نظير له. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. وتنكير العذاب أيضا يدل على عظمه، لأن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم. وختم الله عز وجل الآية والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز سبحانه وتعالى ويتضمن إثبات صفة العزة لله جل وعلا، وعزيز لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، ولا يذل ولي ولا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. والله عزيز ذو انتقام، ذونا صاحب انتقام سبحانه وتعالى. وهذا يعني تختم الآيات دائما من أسماء الله جل وعلا وصفات التي تناسب مضمون الآيات. فلما توعد الله عز وجل هؤلاء الكفار ختم الآية باسمين كريمين يدل على ترهيب ووعيد هؤلاء، والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام ممن عصاه وممن كفر به وبآياته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية أيضا هي خبر يراد بها التهديد والوعيد، كما قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الله لا يخفى عليه شيء، أي شيء، شيء هنا نكر في سياق النفي تعم أي شيء، كما قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل هذا إيه؟ في علم الله جل وعلا على السواء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني هذا مما اختص الله جل وعلا به، لا يتدخل في ذلك أحد. فالجنين في بطن أمه يصوره الله جل وعلا كيف يشاء، يشق سمعا وبصرا ويخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دليل على أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام مخلوق. لماذا؟ لأنه شأن جميع البشر. هو خلق في الرحم ولا لا؟ مخلوق في الرحم. وصور في الرحم ولا لا؟ صور في الرحم. يبقى ليس لهم مزية على غيره في الخلق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى إذن هو مخلوق. وفي هذا تقبيح وإشارة إلى توبيخ وتقريع النصارى. كيف يصور في الأرحام ويقلبه الله عز وجل من طور إلى طور، نعم، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم يعني مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم تخلق العظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم يولد من رحم أمه، ثم بعد ذلك يعتقدون أنه إله. ولذلك النصارى ضلوا في هذه المسألة ضلالا مبينا. هو قالوا هو يعني ما بين إله وابن إله، ويعني الشمع فيه الناسوت واللاهوت،
فصاروا عباد الناسوت وضلال الناهوت، يعني اجتمع فيه انسان واله فامتزجت الطبيعتان. كل هذه الطبعات وخرافات، وهم العجب ان القوم يصدقون انفسهم في ذلك، ولو وقفوا مع انفسهم برهة قليلة لافاقوا، لكن القوم كما وصفهم الله عز وجل غير المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى هكذا، يعني يأخذون الأمور بلا أدنى تأمل ولا تدبر. إن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. كرر هذا المعنى لا إله إلا هو، وهذه القضية العظمى، نعم، قضية المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقضية الكبرى في القرآن كما تكلمنا عليها ما هي؟ قضية التوحيد، يقررها الله جل وعلا من القصة والمثال والبراهين العقلية والآيات الأفقية والآيات النفسية لتوضيح هذه الحقيقة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي أحكم كل شيء، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها تصدر عن حكمة بالغة، فكل أفعال الله جل وعلا مكللة بالحكم والغايات المحمودة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب قد يقول قائل احنا نزل عليك الكتاب، وهنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، نزول كلام الله عز وجل على نوعين، النزول نوعان، نزول نزل القرآن مفرقا على حسب الآيات والصور، على حسب الأحداث والأسئلة والأحوال، مفرقا على 23 عام، وهذا هو معنى التنزيل، نزل عليك الكتاب. وأحيانا يذكر كلام الله جل وعلا كما في هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب، فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر هذه الآية نزل مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن هذا الموقوف له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه، لأن الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، إذا لم يكن لا مجال إذا كان لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. إذن هذا نوع آخر من النزول، نزل مكتوبا إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الأحوال والأسئلة والأمور التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات، وهذه صفة كلام الله جل وعلا، فالقرآن منه، القرآن وصف في هذه الآية منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ووصف في آيات بأنه كله محكم، ووصف في آيات أخرى بأنه كله متشابه. فوصف القرآن بأنه كله كله محكم كما في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالإحكام هنا كتاب أحكمت آياته محكم، أي أنه كما قال جل وعلا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أحكم يعني أتقن، لا يأتيه الباطل ولا خلل ولا اختلال، ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، هذه معنى الإحكام إذا وصف القرآن كله كاملا. ومعنى التشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، التشابه هنا إطلاق التشابه على كلام الله عز وجل، أن جميع آياته تتشابه جميعا في السلامة والإتقان والبلاغة والفصاحة كلها. ثم وصف هنا بأنه منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فالإحكام للبعض والتشابه للبعض. فالإحكام كما أطلق كما فسر ابن عباس رضي الله عنه في رواية علي ابن أبي طلحة، يعني قال هو الحلال والحرام والأحكام التي يعمل بها، يعني التي ليس لها إلا معنى واحد محكمة لا يختلف عليها الناس،
مثل الاحكام التي انزلها الله. امور التوحيد لا يختلف عليها الناس، احكام الاحكام المفصله في كتاب الله جل وعلا، الحدود كلها هذا من المحكم التي ليس لا التي لا يختلف فيها الناس، واخر متشابهات. واخر متشابهات، التشابه هنا امر اضافي، بمعنى انه لا يرجع الى نفس الايات، وانما هو يرجع الى ان تشبه على البعض دون البعض، تشبه على البعض دون البعض هو الذي. اذا هناك ايات محكمات لا يختلف عليها الناس، يعلمها الناس جميعا، وهناك ايات تشبه على البعض دون البعض، واخرى متشابهات. وبين الله عز وجل المنهج، منهج الراسخين في العلم، فاما الذين في ومنهج الزائغين يعني المنحرفين عن كتاب الله جل وعلا، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. فذكر الله جل وعلا مسلك الزائغين المنحرفين عن الحق، انهم للهوى الذي في قلوبهم والزيغ الذي ابتلوا به يتبعون هذا الذي اشتبه عليهم فيحرفونه عن معانيه ويتركون المحكم الذي أنزله الله جل وعلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يذهبون إلى هذا المتشابه الذي اشتبه عليهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني تحريف عن معانيه التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون ما اشتبه عليهم إلى محكمه، فيحكمون المحكم في المتشابه فيعلمون معاني التي يعني ما اشتبه عليهم في ذلك. لو أردنا أن نمثل على ذلك، من المحكم الرحمن على العرش استوى، محكم الاستواء في اللغة معلوم، العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، كل هذه من معاني العلو في اللغة. وهناك آيات قد تشبه على البعض، كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالسلف هنا لما فسروا هذه الآية فسروا على ماذا؟ قالوا هذه الآية ابتدأت بالعلم وختمت بداها الله جل وعلا هي بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. إذن المعية هنا هي يعني معية علم، هنا فسر السلف الآية بلازمها. فمعية الله جل وعلا استلزمت إيه؟ استلزمت علم الله سبحانه وتعالى الذي حط بكل شيء. نعم، لكن هذه المعية لا تنافي استواء الله جل وعلا على عرشه. ولذلك جمع الله عز وجل بين الاستواء وبين المعية في آية واحدة في سورة الحديد. نعم، في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية لما أراد أن يستدل على معية الله جل وعلا جاء بآية الحديد، وهذا هو سر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لآية الحديد على غيرها من الآيات، لأن آية الحديد جمعت بين الاستواء وبين المعية، فدلت على أن معية الله جل وعلا الخلق لا تنافي استواءه على عرشه، كما أن قرب الله عز وجل من خلق كذلك ودنوه من خلق لا ينافي كذلك استواءه على عرشه. هذه طريقة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهنا قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، والقراءة الثانية قراءة الوسط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنا من الراسخين في العلم. وأما قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والوقوف عليها، معناه التأويل هنا معناه لا يعلم حقائق الأشياء التي أخبر الله عز وجل عنها من صفة البعث والجزاء والجنة والنار
والصراط والميزان وكل هذه الأمور التي كلها من غيب لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى. الناس تعلم منها أسماء، لكن تعلم الجنة لكن لا تعلم منها إلا الأسماء، مع أن الله جل وعلا وصف الجنة، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هنا يراد به التأويل له معنيان، التأويل بمعنى حقيقة الأشياء كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله في سورة الأعراف، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت، وهذا في يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذن في بدلالة هذه الآية في سورة الأعراف المراد هنا بالتأويل حقائق الأشياء يوم تبدو ماثلة أمام أعينهم، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تظهر لهم هذه الحقائق ماثلة أمام أعينهم حينئذ يندمون ولا ساعة من دمين. يبقى هذه قراءة الوقف التأويل هنا بمعنى حقيقة الأشياء، لأن التأويل في اللغة بمعنى رجوع، يعني رجوع الأشياء إلى حقائقها التي خلقها الله جل وعلا عليها. المعنى الثاني للتأويل هو المعنى مذكور أيضا عن السلف، التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الذي عليه قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا من الراسخين في العلم، يعني ممن يعلم تأويله. واستعمل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، استعمل التأويل بمعنى التفسير فيقول لك باب تأويل قول الله تعالى كذا، يعني باب تفسير قول الله تعالى كذا. إذن علمنا قراءة الوصل وقراءة الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل هنا التنوين يعني كل من المحكم ومن المتشابه من عند ربنا، فما اشتبه عليهم علمه يردوه إلى المحكم فيعلمون معانيه، وهذه طريقة أهل العلم وطريقة الراسخين في العلم. وما يذكر إلا أولو الألباب، وهنا يبين الله جل وعلا لا ينتفع بهذا الكتاب ولا ينتفع بهذه الأوامر وهذه الإرشادات إلا أولو الألباب أصحاب العقول الكاملة الذين يعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه. والألباب جمع لب وهو العقل، وهذا معناه كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا